لكن بقول ما أي زول مرة واحدة أو مرتين اثنتين قبل 200 سنة تكلم في التوحيد معناته منهجه ودعوته الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومحاربة الصوفية. لا لا ده ما كده، فهمت؟ لكن ديل الحزبين ديل لما نمشي مسجد يعاين أول شيء بعاين ديل كلهم ناس غبوش بتاعين هاي توحيد هاي يقوم يديهم توحيد. يمشي هناك مسجد القبلة في شارع المطار يقعد يتلولو يتلولو يحكي لهم قصة حاتم الأصم وكان قاضي وسموه الأصم ليه ويقعد يتباكى لهم والجماعة يبكوا، ما في توحيد. ولو أنت جيت عملت نصيحة في التوحيد بيوقفك، كفى كفى يوقفك وممكن يخوفك برضه، هاي بخوفك خلاص خلاص بيوقفك، ما برضى هناك الكلام في التوحيد. فبتلقى عنده كم منهج كم منهج، كأنه عنده كم يعني وش يحمله متلون بهم حسب الظروف. الظروف ما صعبة هي أصلا خلاص، تلقى يتلون للناس. ولما أي صوفي يتكلم تحته ويقول كفرا وينشد شركا ما يرد عليه، ده يطلع بالباب ده وده يطلع بيه جاي، صوفي يطلع بيه جاي وده يطلع بيه جاي، ما في أي حاجة. لما نجي الرد يقول انتوا اسلوبكم كعب، اما اسلوبنا السمح لما الصوفي اتكلم بالباطل وانكر الحق قالوا شيخنا الكبير امام الجامع مشى باس الصوفي في راسه، يا سلام. قالوا شوفوا الاسلوب، اي صوفي يشرك تمشي تبوسه في راسه، ده الاسلوب الصحيح بتاع الحزبيين، خابوا وخسروا. المهم ده الحاصل. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.